بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شخصت الأبصار إليه بالآمال، وخشعت الألسن لعظمته بالسؤال، وامتدت الأكف إليه بالضراعة والابتهال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، خير من نصح لعباده وجهد فيه حق جهاده. صلوات ربي وسلامه عليه وآله الكواكب المنيرة بالهدى المشعة بالتقوى. أوصيكم عباد الله تعالى ونفسي الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي بتقوى الله تعالى، واغتنموا فرصة هذه الأيام التي تفتح فيها أبواب السماء ويتجلى الله تعالى برحمته لمن يقيم مراسم العزاء والإحياء لذكرى الدماء المحمدية المهدورة والعترة العلوية المقهورة والكرائم الفاطمية المأسورة والرؤوس القرآنية المشهورة. وامزجوا دموع وعبرة الأسى والحزن على سيد الشهداء عليه السلام بدموع وعبرة الندم على ما فاتكم من الطاعات والقربات، وتوسلوا إلى الله تعالى بالدماء التي سفكت والأجساد الطاهرة والنفوس الزكية التي هتكت حرمتها ظهيرة يوم عاشوراء في ابتغاء مرضات الله تعالى، والصدور التي حطمتها الخيل في إعلاء كلماته، والرؤوس التي رفعتها الأسنة لإبانة آياته. أيها الأخوة والأخوات المفجوعون بمصيبة سيد الشهداء عليه السلام، أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب سيد الشهداء عليه السلام. ورد في الحديث عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال: من بكى أو تباكى على الحسين عليه السلام وجبت له الجنة. أيها الأخوة والأخوات، من المعلوم لديكم أن من جملة مظاهر الحزن ومراسم العزاء والمجالس الحسينية والتي أصبحت من السمات البارزة في إحياء ذكرى سيد الشهداء عليه السلام هو البكاء على الإمام الحسين عليه السلام. ولدينا تساؤلات وأجوبة عليها، نرجو الالتفات إليها لكي نفهم هذا الحديث وبقية الأحاديث التي بيّنت أن البكاء أو التباكي على الإمام الحسين عليه السلام يوجب الجنة. ما هي فلسفة وحكمة البكاء على الإمام الحسين عليه السلام؟ أي سر هذا الذي يكمن في تلك الأحاديث الكثيرة وجملة منها معتبرة والتي وردت عن المعصومين عليهم السلام في التأكيد الشديد والحث على البكاء على الإمام الحسين عليه السلام بالخصوص دون بقية المعصومين؟ أي بكاء هذا الذي يريده منا الإمام الحسين عليه السلام والنبي صلى الله عليه وآله والأئمة الأطهار؟ هل كل الباكين، هل كل هذا البكاء يوجب الجنة، أم أن بعضه يوجب الجنة وبعض آخر لا يوجب؟ ما هو الميزان والمعيار في
في أن أعرف أن بكائي هذا على سيد الشهداء سيوجب لي الجنة أم أنه لا، يوم القيامة والجزاء هناك سينكشف لي أن هذا البكاء لا يوجب لي الجنة. علي أن أعرف السر في هذا البكاء الذي يوجب الجنة. وقبل أن نجيب عن فلسفة وحكمة البكاء على الإمام الحسين عليه السلام، لابد أن نبين مقدمة. هناك نظرتان مختلفتان تقعان في طرفين مختلفين إلى هذا البكاء الوارد في هذه الأحاديث. النظرة الأولى كما نلاحظ عند البعض يقول هناك غرابة، هناك مبالغة في أن تجعلوا مجرد البكاء يوجب الجنة، شنو قيمة البكاء حتى يوجب الجنة؟ هذه النظرة من أين جاءت؟ يستغرب، يقول هذه مبالغة، أنتم تجعلون مقابل البكاء الجنة، من أين انطلقت هذه النظرة؟ تفتوا إخواني، كأن هناك رؤية بضرورة تناسب الجزاء مع العمل. أوضح لكم هذه النظرية ما هي. كأنه بعض الأعمال التي أوجبت الجنة أعمال عظيمة، مثلا الجهاد في سبيل الله، فيه مشقة، فيه جراح، فيه قتل، فيه حفظ لبيضة الإسلام، فيه حفظ لمبادئ الإسلام، عمل عظيم، إذا ورد فيه أنه يوجب الجنة لا غرابة في ذلك، لا مبالغة في ذلك. الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، بعض الأعمال العبادية كالصلاة والحج لها تأثيرات كبيرة على الإسلام والأمة الإسلامية. إذا قلتم أنها توجب الجنة، نعم عمل عظيم في مقابله جزاء عظيم، وهو أنه يوجب الجنة. البكاء هل يرتقي إلى هذه المنزلة من العمل العظيم حتى يوجب الجنة؟ هناك نظرة هكذا، أنه أنتم يا شيعة أهل البيت عندكم مبالغة في أن تعطوا وفق الروايات الجنة مقابل هذا البكاء على الإمام الحسين عليه السلام. سنجيب عن ذلك. النظرة الثانية المختلفة، وهي النظرة السطحية إلى فلسفة البكاء وسر البكاء، وهذا عند الكثير منا. هذا البعض لم ينظر إلى روح وجوهر البكاء الذي أراده المعصومون، إنما اكتفى بالنظرة السطحية. كيف اكتفى بالنظرة السطحية؟ هو من جهة تراه يبكي على الإمام الحسين عليه السلام، ولكن في نفس الوقت هذا البكاء لا يؤثر في التزامه بمبادئ الثورة الحسينية. كيف؟ هو بكى الآن، بعد ساعة يذهب إلى البيت يظلم زوجته، يضرب زوجته، يؤذيها، يظلم أولاده، هو الآن يبكي في اليوم الثاني يذهب إلى السوق وإذا في معاملاته غش، وإذا في معاملاته ربا، يجلس في مجالس العامة يغتاب، ولديه النميمة والكذب والبهتان، لديه سرقة، لديه معاصي أخرى، ويعتبر، ما هي النظرة السطحية؟ يعتبر أن هذا البكاء طالما أوجب الجنة كاف في أن ينجيه من الحساب والعقاب على ارتكاب الذنوب والمعاصي، لذلك يقع في التناقض في سيرته، من جهة يبكي، من جهة أخرى ساعات أيام يرتكب المعاصي والذنوب. لأي شيء استند؟ قال هذه الروايات، البكاء على الحسين عليه السلام يوجب الجنة، لذلك هو يتساهل في ارتكاب الذنوب والمعاصي، معولا
على أن هذه الروايات ستوجب له الجنة مقابل البكاء. هذه نظرة سطحية غير مقبولة عند المعصومين عليهم السلام. هذه النظرة الثانية غير الصحيحة، النظرة الأولى والنظرة الثانية غير الصحيحة. إخواني، نلتفت إلى الجواب عن النظرة الأولى، نجيب عن ذلك بأن نقول: هذا البكاء الذي نبكيه ما هو منبعه؟ ما هو منشأه؟ ما هو دافعه؟ تفتوا إخواني، يرتبط بأمرين مهمين جوهريين في الإسلام. الأمر الأول أنني أبكي على الإمام الحسين عليه السلام بكاء نابع من الولاء العقائدي للإمام الحسين عليه السلام. حتى أوضح هذه النقطة، نحن نريد أن نقول حينما نبكي على الإمام الحسين، نحن لا نبكي على رجل عادي، بل نبكي على إمام حجة الله في الأرض، وصي رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا الإمام إنما خرج في زمانه وقام بهذه الثورة تطبيقاً لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله. خرج، هناك حكام فاسدون منحرفون انحرفوا عن الإسلام، هناك أمة إسلامية غيبت عنها المبادئ الأساسية والأخلاق العظيمة للإسلام التي أراد النبي صلى الله عليه وآله أن يرسخها. خرج على حاكمية ذلك الوقت، أراد أن يصحح ويصلح مسار الحاكمية للأمة الإسلامية. وأخطر شيء أن تنحرف الحاكمية في الأمة الإسلامية، لأن صلاح الناس بصلاح الحكام وفساد الناس بفساد الحكام، جزء مهم من العلة في ذلك. الإمام الحسين خرج لأجل هذه الأهداف، وأنتم أيها الحكام الفاسدون من حرف ماذا فعلتم به؟ ولم يخرج لكي ينازعكم على سلطان، لكي يأخذ منكم هذا السلطان الدنيوي لجاه أو مال أو منصب أو أمر دنيوي، إنما خرج ليصلح أمة جده. وأنتم ماذا فعلتم به؟ قتلتموه بطريقة بشعة، قتلتم أولاده، سبيتم نساءه الذين هم ذرية رسول الله. نبكي لأجل هذا، لأجل أن هناك رجل عظيم هو حجة الله في الأرض، هو وصي رسول الله، لكي يكون امتدادا للنبي صلى الله عليه وآله في أداء مهامه، أنتم أيها الحكام الفاسدون ارتكبتم هذه الجريمة البشعة لأنه أراد الإصلاح في أمة جده. من أجل هذا نبكي، لا نبكي على رجل عادي. ما تأثير ذلك؟ سواحد يقول مع ذلك، ما تأثير ذلك على الفكر الإسلامي وعلى الأمة الإسلامية؟ في الواقع هذا البكاء النابع، لا لا إخواني، لازم بكاءكم يكون نابعاً من الولاء العقائد العظيم للإمام الحسين على أساس ما ذكرناه من المستند. هذا يجعلنا نتفاعل مع قضية ونهضة الإمام الحسين عليه السلام، ويؤثر فينا هذا البكاء بحيث أنه في كل أوان وزمان إذا كان هناك حاكم ديكتاتوري ومنحرف وفاسد وغيبت الأخلاق والمبادئ الإسلامية عن الإمام الحسين، هذا البكاء الذي نتفاعل من خلاله مع الإمام الحسين عليه السلام سيجعلنا نحيي مبادئ الإمام الحسين في أن نقف بوجه الحاكم المستبد الظالم المنحرف مهما كلف هذا الوقوف من تضحيات. هذا البكاء يفعل فينا، ونعمل على تغيير واقع المجتمع نحو الأصلح وبما أمر به الإسلام. وإنما جاء هذا من خلال ما يحركه فينا هذا البكاء العقائدي، البكاء الفطري، البكاء الولائي. واحد. ثانيا،
هذا البكاء إنما ينبع من عواطف ولائية عميقة وكامنة في النفس متفاعلة مع الإمام الحسين عليه السلام، من حزننا الشهيد الشديد على مصيبة الإمام الحسين عليه السلام نبكي هذا البكاء. قد يسأل سائل، هذا الحزن الشديد شنو تأثيره؟ شنو قيمته في الإسلام؟ تفتوا إخواني، الإسلام مبني على مجموعة من الأسس، من جملتها الاعتقاد بالله تعالى، من جملتها العواطف الولائية الإيمانية. شنو معناه؟ يعني لازم يكون عندي حب لله تعالى لأوليائه، لازم يكون عندي تفاعل عاطفي من السرور إذا كان هناك شيء يسر أولياء الله، من الحزن إذا كان هناك شيء يحزن أولياء الله. هذا جزء من الدين، هذا البكاء الذي نابع من هذه العواطف الكامنة، الحزن الشديد الذي يفجر فينا انفعالات نفسية إيمانية يجعلنا نبكي. هذه ستجعلنا، هذه العواطف الكامنة هي جزء من الدين وتجعلنا نتحرك، تجعل لدينا ضميرا حيا يدفعنا أن نتحرك بوجه الظالمين والحكام المستبدين. إخواني لاحظوا، ما هي أحد الأسباب التي جعلت أنصار الإمام الحسين عليه السلام قليلين؟ شنو السبب؟ هناك مجموعة أسباب. أن الضمير الإسلامي مات عند الكثير في ذلك الوقت، الضمير الإسلامي الحي الذي يحرك إرادة الأمة للوقوف بوجه الانحراف والظلم والفساد، خصوصا إذا كان من الحكام، قد مات عند الأغلب. لذلك أحد الأسباب التي جعلت أنصار الإمام الحسين قلة، مع أن هناك ملايين من المسلمين، هذا البكاء يجعل ضميرنا حيا، ضمير الحي الذي يحرك الإرادة والعزيمة للوقوف بوجه الحكام الظالمين. لذلك لاحظوا إخواني، عبر القرون المتمادية منذ زمن الإمام الحسين عليه السلام وإلى يومنا، استمرت الثورات والوقوف بوجه الحكام الظالمين والمنحرفين، وعمل هذا المجتمع على إبقاء المبادئ والأخلاق الإسلامية حية في نفوس المجتمع. لاحظوا كيف أن هذا البكاء ساهم في إحياء الأمة وفي بقاء الخط الصحيح، سواء كان على مستوى الحاكمية من الوقوف بوجه الحكام المحرفين، أو بقاء المبادئ والأخلاق الإسلامية حية لدى الأمة الإسلامية. الأمر الثاني اللي هو عند الكثير منا أيضا، التفتوا إخواني جيدا، شلون نفسر من بكى أو تباكى على الحسين وجبت له الجنة؟ أي بكاء هذا الذي يوجب لنا الجنة؟ والبعض يقع في التناقض كما بينا. إخواني، بموجب هذا الحديث وبملاحظة الآيات والأحاديث الواردة في العقوبة المغلظة على من يرتكب المعاصي، ننظر للإثنين معا، الحديث اللي توجب الجنة للبكاء بعض الأعمال، والآيات والأحاديث الواردة في العقوبة المغلظة على من يرتكب المعاصي. شنو معنى النظرة إلى مجموعتين من الأحاديث؟ معناها أن البكاء سيكون فاعلا ومؤثرا في الوصول إلى الجنة، ويكون نقطة فاعلة مؤثرة إذا لم تكن هناك نقاط مقابلة لها تضعف أو تمنع تأثير هذه النقطة. كيف؟ شوي أوضح لكم القضية. أيضا في بعض الأحاديث تلاحظون أن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. بعض مرات تسوي حسنات كثيرة، تشوف يوم القيامة ما هي هذه الحسنات غير مكتوبة في سجل حسناتك، وين السبب؟ وإذا يكشف لك
أن حسداً منك لبعض إخوتك دفعك أن تكيد لهم عليهم وتمكر بهم وتؤذيهم، وقد يؤدي هذا الحسد إلى الإضرار الكبير. محا تلك الحسنات، ما بقى لها تأثير. كذلك هنا هذا البكاء إنما يكون فاعلاً ومؤثراً ويؤدي إلى النتيجة إذا لم يكن هناك معاصي وذنوب، وتسجل من هذه المعاصي والذنوب نقاط تضعف أو تمحو تأثير ذلك البكاء. هذا من يجي؟ من النظرة الكلية، ننظر إلى الروايات والأحاديث الواردة في جزاء الجنة مقابل عمل. في الأحاديث والآيات الواردة أن النار والحساب والعقاب على من يرتكب المعاصي والذنوب، تلك تكون مؤثرة إذا لم يكن هناك نقاط أخرى تمسح وتضعف وتذهب تأثير هذا العمل الصالح. لذلك علينا أن ننتبه. متى أردتم إخواني جزاكم الله تعالى خيرا أن يكون هذا البكاء مؤثرا وتجدون يوم القيامة في سجل حسناتكم أن البكاء كتب لكم به أجر عظيم يوجب الجنة، انتبهوا في سجل السيئات، ليكون فيها ظلم، ليكون فيها فساد، لا يكون في أعمالكم حسد، غل، حقد، غيبة، نميمة، بهتان، فإن هذه المعاصي ستضعف وتفقد تأثير البكاء على الإمام الحسين عليه السلام الذي يوجب الجنة. لذلك علينا أن نفهم، نعي ما هو المعنى الذي قصده المعصوم حينما قال من بكى أو تباكى على الحسين عليه السلام وجبت له الجنة. مثل ما الصلاة حقيقية اللي لابد أن تؤثر فيه بأن تنهاني عن الفحشاء والمنكر، لابد إخواني وأخواتي حينما تبكون على الإمام الحسين عليه السلام البكاء الذي يحبه المعصوم من النبي صلى الله عليه وآله إلى الإمام المهدي عليه السلام، لابد أن هذا البكاء يردعكم عن ارتكاب الذنوب والمعاصي بحيث تستقيمون على جادة الإسلام. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لأن نكون من الصادقين في تعبيرنا ببكائنا على الإمام الحسين عليه السلام، وأن يوجب إن شاء الله تعالى لبكائكم وبكائنا الجنة كما وعد بذلك المعصوم عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.